خط مباشرة رئيس جمعية بربرة نصار. هاني نصار، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. يعني في صرخة انطلقت، وهلا طبعا السؤال، الوزير مورفين مقطوع، المرضى عم بيموتوا موجوعين، اليوم كيف بدنا نعلي الصوت؟ وشو صار معك بهالإطار؟ يعني بالنسبة لموضوع المورفين، من فترة كان عندنا مشكل كبير بالنسبة للعيارات العالية. يعني إذا مريض عم بياخذ 200 ميلي جرام أو 240 ميلي جرام أو واتيفر، ما كان في الحبوب، إجا كمية قليلة وخلصت. اليوم بالسوق بالام اس تي، يعني أول شيء صباح الخير دكتور أبيض، ما تنسوني، صباح النور. يعطيك ألف عافية. نعم. بالنسبة للام اس تي مثلا، هلا في عنا صار بالسوق بس 30 ميلي جرام، هلا اجا ال10 وال60 وال100 مش موجودين. هلا البروسيدور نحن عارفينها، الشركة رح تقدم طلب ونرجع كمان الوزارة عم بتسهل دغري الامور، بس هيدي القصص عم تاخذ وقت، والمريض الموجوع ما عنده وقت. يعني هذا ما بعرف هالمشكل كيف بده ينحل، لانه مفترض الكميه اللي بتتقدم ويتوافق عليها تكون كبيره تقضي على اشهر لقدام. موضوع المورفين موضوع جدا حساس، يعني ف ما بعرف شو بدنا نعمل بهذا الموضوع. مورفين يعني مرضى بيموتوا موجوعين، وحتى اجى عم تجي عيارات، وعنده عدة عيارات، عم يجي عيار واحد، يعني انه هيدا شيء لا يجوز. شو عم تعمل الموضوع مع الوزير؟ اول شيء يعني نحن خلينا نحكي على موضوع الأدوية المسكنات. نحن في عنا عدة انواع مسكنات، في منهم أدوية حتى ما انقطعت من السوق، يعني ومنهم اللي هو الأوكسينور. بس المشكلة بهدول الأدوية انه هن غالين، يعني هن اغلى. مش مدعومين المورفين؟ لا، مش مدعوم. المورفين بلا بعده مدعوم، بس الفرق بين الاوكسينورم والمورفين انه المورفين ارخص بالنسبه للمريض. وطبعا المرضى اللي بيكونوا يعني ايام بهالمراحل الصعبه من مرضهم، ايام بيحتاجوا ياخذوا كميات كتير كبيره، ولذلك بتصير التكلفه مهمه بالنسبه لهم. يعني هلا بهيدا الموضوع نحن واجهنا عدة مشاكل. واحدة من المشاكل انه اصلا موضوع المورفين بحد ذاته، اللي هي كلها هيدي المواد اللي تعتبر مخدرة، موضوع يعني استيرادها منه مثل استيراد اي دواء عادي. هيدا في تنظيم، يعني طريقة بتنظمها الدول كلياتها، لأنت لما بدك تاخدي بده يكون عندك لايسنس معينة، مثل لما المريض بده يروح ياخد وصفة هالأدوية من الصيدلية. نعم. يعني الوصفة تبع الدواء العادي غير وصفة مثلا الأدوية المخدرة. فهيدي واحدة من الأمور اللي كانت شكلت لنا مشكلة مع الطلبيات، وخاصة أنه السايكل تاع المورفين. يعني أنت مثلا لنفرض الدواء التيسابري اللي كان عم يحكي عنه يعني المتصل من شوي، مثلا هذا إذا بتطلبي فيكي خلال 3-4 أسابيع تجيبي، المورفين السايكل تاعته هي 4 أشهر. أوف. تمام. فلذلك أنت أي تأخير يعني بيتأثر السوق منيح. نحن الشركة اللي بتعمل الأوبيويدز المورفين وهالأمور حقيقة أخذت قرار أنه ما بقى بدها تبعت على لبنان بسبب كل المشاكل المالية وهالأمور. طبعا نحن صار عنا تواصل مع هذه الشركة، وأنه هذا أمر غير مقبول، وأنتوا وفتنا نحن معهم أخلاقيا. تمام. نحن فتنا وإنسانية. فلذلك هن قاموا رجعوا تراجعوا عن القرار، وهلأ جايين يعني رئيس الشركة أو المدير العام للشركة جاي على لبنان، عندي موعد معه بعد يومين لحتى نشوف نحن كيف بدنا نحل معه هيدي الموضوع. هلا شو عم نعمل بالمرضى هلا بهيدا الموضوع؟ نحن الأدوية اللي جاية على لبنان، وأنا هلا يعني طلبت التقرير من رئيسة مصلحة الصيدلية وبعثت لي التالي، هنالك في طلبيات موجودة وجاية على الطريق وكميات كبيرة، ولكن من العيارات الخفيفة. هلا هيدا شو بيصير؟ هالعيارات اللي جاي هي كميات كبيره، ولكن لانه الدوز تاعها مثل ال10 ملي جرام، انه ايام بيصير المريض بده ياخذ دوز يعني اكبر، دوز اكبر، وهذا بيستهلكها. ونحن بنتامل انه الاجتماع اللي حيكون معه للمدير العام للشركه اللي هي اهم شركه بالعالم لتعمل الام اس تي، انه نحاول نحل الموضوع ونقدر نجيب كميات اكثر. اخيرا في كمان محاولة نحن عم نشتغلها مع الصناعة الدوائية المحلية، وهي تجربة صارت بغير بلاد،
واللي ممكن نحن نصير نصنع هيدا الموضوع محليا. هلأ طبعا هيدا يعني بيريحنا من هالموضوع، ولكن اللي حسب ما فهمت من الصناعة الدوائية المحلية بياخد شوية وقت لأنه بده ترتيبات معينة. هني نصار بعدك معنا؟ أنا معكم. يعني من هلأ لحتى تصير نستورد المورفين ويصير عنا متوفر بالسوق اللبناني، كيف حال المرضى؟ يعني حال المرضى يعني مثل ما قال دكتور أبيض، هلأ العيارات القليلة إذا توفرت بتسيطر المرضى العاديين، بس المشكل بالعيارات الثقيلة أنه بصير المريض بده يأخذ مثلا 8 حبات أو 10 حبات فيؤدي على كل دوز. يعني اليوم نحن عم نتبادل المورفين صراحة، يعني ننطر المريض سيفرناه شوي. يعني من كم يوم مثلا كان عندي حدا خوتين بده مورفين لبيه تيموت بسلام، يعني بس توفى البي حكاني قال لي أنا أدفن على الساعة 4 بس خلص أرجع طلع لك المورفين لأنه بعرف أنه غيري قديش بحاجة لإله. فللأسف الوضع مزري. يعني هلا نسمع دكتور أبيض معه حق، يعني بكل شيء عم بيقوله نحن بنتفهم هذا الموضوع، بس ما بنتفهم الوجع. يعني ليش كنا مفروض أنه نوصل لهون؟ ليش ما بده يكون في تمويل من الحكومة لمرضى السرطان كما يجب من قبل؟ دكتور أبيض عم بيتصرف بالإمكانيات المتاحة بين إيديه، بس الحاجة أكثر بكثير من هيك. مفروض الحكومة تنظر لهذا الموضوع، لأنه موضوع مرضى السرطان موضوع يعني كلمة خط أحمر صارت كلمة مبتذلة. يعني العالم عن جد عم بتموت لأنه مش عم تاخد علاجاتها، وعم بتموت بوجع لأنه في مورفين. يعني هذا شيء ما نقول أبدا الاثنين يعيش بهذه الطريقة ويموت بهذه الطريقة. شكرا لك هاني نصار، رئيس جمعية بربرة نصار.